الجمال صار موجود وين ما كان، في كتير بنات حلوة بس مش كل البنات فيها تكون قريبة للقلب وفيها تقدر تكسب محبة الناس. هيدا الشيء بينبع من شخصية الإنسان. بس حتالي أن نقعد لكم أنا بشرب مي وبعمل سبور وبشرب لا بوتوكس وفيلرز وخلصنا، وتشجعوا واعملوا وزبطوا حالكم والبي جي وراديو فريكونسي والترا ساوند ويلا ودعك وكذا عادي عادي.